السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. الله يكرمك. عندي سؤالين. السؤال الأول، في واحد بيشتغل في شركة في دولة أجنبية، الشركة الأجنبية دي بتعمل تأمين على حياة الموظفين كلها، بس الموظفين مش بيدفعوا حاجة ولا بيتعاقدوا مع شركة التأمين، ملهمش أي علاقة بيهم، فهل حلال إن هو ياخذ المال ده ولا يأخذه ياخذه؟ طيب ويتصدق بجزء. بالنسبة لتقسيم المال ده، في حال هم قايلين يعني في حال الوفاة بياخذ مبلغ من المال وبيطلبوا منه ان هو يحدد اسم شخص معين يقول اليه هذا المال، هل يقسم كميراث ولا من حقه ان هو يقول لشخص معين؟ بعد الوفاة أو بعد التقاعد؟ بعد الوفاة. بعد الفوضى والله أخشى من شيء أن تكون وصية لوارث ولا تجوز. يعني حضرتك يقسم تقسيم الميراث، يعني هذا المبلغ اللي الأسلم هيؤخذ. والله أعلم. جزاك الله خير.